أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة، انتظروني في عمل جديد مع الفنان المتألق دائما أخي حسين القريش. فإيش تقول يا أخوي حسين في العمل الجديد اللي إن شاء الله المستمع راح يستمعونه إن شاء الله؟ والله إحنا ننتظر الجمهور يعني يحظى بالسماعه ويحكم عليه. أما أنا من ناحيتي أكيد مقتنع، والله ما جيت استوديو وغنيت وأنا طمعا أن أغني من ألحانك. طبعا ما هو جديد علينا اثنين، نحن اشتغلنا من أول الأعمال، يعني عمل وطني، كلمات الأمير خالد الله يحفظه، ويا زين، سامرية، وكذلك غيرها ما نمتذكر واجد. لكن الآن العمل جميل مميز، يعني نقول حديث ومزيج بالأصالة، في ريحة الأرض حلو. إن شاء الله نسعد بجميعا. طبعا العمل هذا من كلمة سمو الأمير خالد بن سعود الكبير. أكيد أنت تزين هذا العمل. الله يزينه. وأنت مدرسة حبيبي للأداء الجميل في الطرب الأصيل، وأنا شخصيا من إحدى المعجبين أو إحدى المعجبين بأدائك الجميل اللي تتلمذ عليه كثير من الفنانين. الله يرضى عليك. الله يسعدك يا بعد. وإحنا كذلك يعني ما ننسى الوالد، يعني سبقنا اثنين وإحنا من جمهوره، وإحنا تربينا على فن الجميل الأصيل. وأنت أستاذ يا أبو مشعل، الله يبارك ولك نجاحاتك اللي تشهد لك يعني، والقادم أحلى وأحلى إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وأنا سعيد بالتعاون الجديد. الله يسعد أوقاتك، وإن شاء الله نعد الجمهور بعمل جميل يستحق أن يقدم في الساحة الغنائية. وما ننسى طبعا نشكر حبيبنا الأستاذ سمو الأمير خالد بن سعود الكبير اللي له وقفات حقيقة ما تنسى أبدا. ما في شك. ما تنسى. سلامنا للجميع. تحياتي لك يا أبو عدي.